والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد أحباب، مع الحفل الثاني لتكريم المشاركين في الإذاعة المدرسية التي كانت عن القرآن الكريم، نبدأ بأول المقدمين للإذاعة وهو الطالب عبد العزيز، يتفضل. بارك الله فيك، أعطينا سورة. ثم من قرأ القرآن الكريم الطالب عبد الله مدينة، إن شاء الله نعينها له هنا. ثم من قال الحديث الشريف الطالب خزيم، حاضر. طالب خزيم، خزيم محمد، أتذكر الحديث الذي قلته؟ قله. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أشكرك أيها البطل. طيب سورة 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 سورة. خليك أبرد بعيد شوي. ثم الحديث الثاني كان مع الطالب إبراهيم، أتذكر الحديث؟ قله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أحسن، بارك الله فيك. ثم الحديث الثالث كان مع الطالب عبد العزيز عودة، كله. روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، والحسن بعشر أمثال. معناه أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أحسنت. ثم كانت الحكمة مع الطالب صالح، قل حكمتك. أعزائي المجلس، ما الحكمة التي قلتها؟ اجعل القرآن يأنيسك في الدنيا يؤنسك في قبرك. أحسنت. وكانت هناك حكمة أخرى قالها الطالب. من قال الحكمة؟ أين أنا؟ محمد. أين محمد؟ تعال يا محمد، قل الحكمة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وكانت هناك حكمة قالها المصور الطالب أحمد، وهي: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أحسنت، نبقى تأخذ صورة في النهاية. طيب كان زي ما أنت بتساوي بتكمل. وكان هناك، هل تعلم الطالب فواز؟ خلاص الثلاث صورة، الثلاث صورة؟ إيه خلاص يلا. والطالب فواز، هل تعلم؟ كل هل تعلم؟ هل تعلم أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه؟ بارك الله فيك. وكان هناك، هل تعلم أخرى؟ حمزة، طالب حمزة محمد، وهي: هدوء يا إبراهيم. هل تعلم؟ تعلم أن أول من جرى بالقرآن هو عبد الله بن مسعود. هل تعلم أن عدد سور القرآن 114 سورة؟ سل. ثم كانت هناك الكلمة مع الطالب عزام الرائع. عزام، قل كلمتك. كفى عليك. ثم كانت ايضا الكلمه مع الطالب الرائع ابراهيم الزهراني. ابراهيم الزهراني، تفضل يا ابراهيم. سعيدي. طبعا الكلمه بياخذ كاس، تفضل قول يا ابراهيم. اسمع يا بني القران الكريم. ابراهيم سمعت من بقول اسمع. القران الكريم، القران قرب منه شوي. اثنان، قراءة القرآن تجعل المؤمن تفرج الكروب. ثلاثة، صاحب القرآن يقرأ ويصعد كل آية درجة بالجنة. أربعة، القرآن يشفع لصاحبه
بكل حرف قرأ من القرآن الكريم حسن. ستة يحشر من لعبة السفرة الكلام دورة. سبعة يلبس اللي يحاول القرآن تجوقع. عاد يمي. ثمانية كون من الله وخاصته. بارك الله فيك. ثم جاءنا الأنشودة الرائعة مع المنشد الرائع يستاذ الطالب عامر. انت شو انت مسك اكثر من 5 دقائق؟ انا سويت اخذ 5 دقائق بالقلم يدي ماسكها. معلش مش شغال الفيديو؟ ايه. طيب يلا يا عامر قول لنا الأنشودة. عود يا ابراهيم، عود يا ابراهيم. وفارس مع وفارس ركان قولوا بسرعة. تفضل. وفارس لم يشارك بشيء ولكننا لن ننساه لأنه مؤدب وشاطر. ثم نواف غائب ميداليته جاهزة. وفي الختام عاوز كل الأبطال هنا كده ناخد صورة تذكارية مع بعض. شيل على جنب هناك. هياخد شوية بشوية شوية بشوية. يعني خلاص؟ بص يا صالح خد منه الجوال عشان أحمد يجي. عارف زي يضغط على البتاع. هذا طيب. يلا ماشي؟ يلا أحمد تعال خد لك صورة معانا. أول شيء خلي أصور صالح بعدين. طيب يلا صالح. صور؟ أطلعت. يلا صالح خذها منه. تعال إبراهيم عشان تاخذ صورة وأحمد معانا. يلا. أحمد أخذها. صورة؟ سلام. يلا أحمد تعال مديليتك. استنى لما يلبس المديلية. روح روح أيوه. أمر. عامر سير على جنب. يلا يلا بسرعة بسرعة ركب. يلا ابو حميد ديروا صورة خليك قدام. يلا يلا شكرا اقفل الفيديو وكل عام وانتم بخير.